كلنا نمنا امبارح في الصيف، صحينا في الشتاء، يعني مش في الصيف طبعا، لكن الاجواء كانت الى حد ما صيفيه. النهارده صحينا الدنيا بتمطر، وفي مطر يعني مش هنقول شديد لكن انه متوسط الى حد بعيد، في انخفاض طبعا ملحوظ في درجات الحراره، ده اللي بيقوله لنا النهارده باين هيئه الارصاد الجويه، وهيكون في سقوط الامطار متفاوته الشده، تكون احيانا رعديه على بعض المناطق، تصل لحد السيول على سيناء ومحافظه البحر الاحمر، بيسود طقس معتدل نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحراره على جنوب الصعيد، بارد ليلا على اغلب الانحاء، وكمان هيبقى فيه نشاط للرياح مصاحب للسحب الرعديه، قد تكون في بعض الاحيان مثيره للرمال والاتربه. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل، معنا على التليفون استاذه او الدكتور منار غانم، عضو المكتب الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك استاذه اسماء. احنا نمنا امبارح زي ما بنقول كده، نمنا يعني اجواء صيفيه شديده، صحينا النهارده في الشتاء والدنيا بتمطر، قولي لنا بقى ايه الجديد، وهل الامطار دي هتبقى مستمره معانا اليومين دول ولا ايه الاخبار؟ اتفضلي. بالفعل يمكن احنا نوهنا بالامس في الهيئه العامه للارصاد الجويه ان احنا مع مساء امس تبدا مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا تتغير، وتكون كتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا، منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وايضا منخفض على سطح البحر المتوسط، وبدات التقلبات الجويه من مساء امس، انخفاض في الحراره وامطار كانت موجودة على بعض المحافظات، اليوم هيكون ذروة التقلبات الجوية، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب المناطق الشمالية حتى شمال الصعيد بحوالي 8 درجات عن أمس، لأن بالأمس سجلنا 28، اليوم متوقع 20 درجة مئوية خلال فترة النهار، ففي انخفاض في درجات الحرارة وهنعود تاني للأجواء الشتوية المعتدلة لفترة النهار. مع انخفاض درجات الحراره في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، هيساعد بشكل كبير على احساسنا بانخفاض درجات الحراره، ممكن يكون مثير لبعض الرمال والاتربه في جنوب البلاد شمال وجنوب الصعيد. طبعا الامطار اليوم هتبقى موجوده بشكل كبير في اغلب محافظات الجمهوريه، يمكن بدات منذ فتره الليل وفتره الصباح على بعض المحافظات، وهي امطار اليوم امطار ما بين المتوسط والغزير والرعد على بعض المناطق من السواحل الشماليه الشرقيه، سينا محافظة البحر الأحمر، طبعا نتيجة الطبيعة الجبلية والجغرافية في سينا ممكن بعض السيول تتشكل نتيجة سقوط الأمطار الغزير، بالإضافة كمان أمطار ما بين المتوسط والرعدي على سواحلنا الشمالية الغربية، محافظات شمال الوجه البحري، شمال ووسط الصعيد، بعض المناطق من مدن القناة، القاهرة الكبرى كمان فيها فرص من الأمطار، أمطار خفيفة ممكن تكون متوسطة في بعض الأماكن، هي محافظات جنوب الوجه البحري، فاليوم طبعا أجواء شتوية بامتياز على اغلب المحافظات. طب هتستمر معانا الامطار لغايه امتى؟ الامطار على مدار اليوم كله ان شاء الله، مع غدا الاربعاء ان شاء الله تبدا فرص الامطار تقل وتنحصر فقط في شمال الوجه البحري وبعض المناطق من سواحلنا الشماليه الشرقيه، وهتكون امطار ما بين الخفيفه المتوسطه، هيستمر معانا غدا انخفاض درجات الحراره باذن الله. لكن كمان نتكلم في انخفاض متوسط قد ايه تقريبا؟ يعني احنا بنقول كده درجات الحراره منخفضه ما بين 20 و21 درجه مئويه فتره النهار، ب8 درجات عن الامس، بالامس 28 حقيقي. اليوم 20 تنخفض 8 درجات في 8 درجات عن الامس في درجات الحراره، فترات الليل كمان هيكون فيها انخفاض ما بين 12 و13 درجه مئويه، بلاش نخفف الملابس في الفتره دي خاصه فترات الليل حتى لا ما احنا هنشتي تاني بقى خلاص يا دكتور يعني. المفروض احنا دلوقتي في اجواء شتويه بامتياز، لكن الفتره دي بيكون فيها ارتفاع وانخفاض في الحراره، يعني احنا متوقع مع يوم الخميس والجمعه يكون في ارتفاعات طفيفه في درجات الحراره، فتغيير نوعيه المهم في رمضان بس يبقى الجو لطيف، يعني حضرتك طمنينا ان شاء الله رمضان السنه دي كل سنه وحضراتكم طيبين، هيبقى جاي مع بدايه فصل الربيع، معظم الايام الاولى في فصل الربيع النص الاول من فصل الربيع بتكون لسه درجات الحراره ما ارتفعتش بشكل كبير، لكن ممكن يتخللوا بعض موجات ارتفاع في الحراره، لكن مجمل الايام بتكون درجات الحراره معتدله. عظيم جدا، كل الشكر دكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.